دايما كده في شخصيات في الحياه وجودهم اضافه، يبقى حظك حلو قوي لما تقابلهم وتسمع لهم، لان ارائهم محترمه ومقدره. تقدر تتكلم معاهم في اي حاجه وانت مطمن انك هتسمع الراي الصح او الراي اللي بيبقى من القلب فعلا والوجه الله تعالى والحب البلد. ضيفنا النهارده واحد من الشخصيات دي، على قد علمه وخبرته وانه يعني ساب البلد يمكن اكتر من 40 سنه الا رايح جاي، عينيه دايما على مصر، بيبص عليها ويعني متابع مشاكلها وما بيبخلش عليها ابدا بالراي بالنصيحه بالفكره بالمشروع علشان البلد دي تقف على رجليها وتبقى أفضل. النهاردة بيشرفنا وجود عالمنا الكبير دكتور فاروق الباز، اللي هنحاول يعني إذا يعني أتاح كده الوقت وكان الوقت متاح بالنسبة لنا نحاول نتكلم معاه في كل حاجة فيما يتعلق بالوضع العام، شايف البلد إزاي، رايحة على فين، المشروعات اللي بنشتغل فيها، مستقبل البلد، كل هذه الأشياء هنحاول نطرحها على النقاش على دكتور فاروق الباز اللي مشرفنا النهاردة. دكتور فاروق مساء الخير، برحب بحضرتك معانا، اهلا وسهلا. مساء الخير، شكرا جزيلا، انت اكرمتيني قوي كده على طول. لا لا العفو، شكرا. واجمل حاجه لدكتور انه على قد العلم والخبره والكفاءه على قد البساطه والتواضع والروح وابن بلد بجد. الله يخليك، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك.